مرحبا شباب أولى ثانوي، النهاردة بإذن الله هنشرح يونت 4 شابتر 1. يتكلم عن إيه بقى؟ Principles of Living Organisms Classification، أساسيات تصنيف الكائنات الحية. ده في الأول لازم نعرف يعني إيه كلمة Classification الأول. كلمة Classification هنقول مثل بسيط جدا. أنا قلت لكم النهاردة يا شباب عايزين نعمل بحث عن البيردز، وده حاجة من كتب البايو. دور لي في المكتبة عن البيردز وعمل لي بحث عنه. عشان تدخل المكتبة هتلاقي الكتب كده من فوق بعضيها، استحالة. هتلاقي الكتب في المكتبة متقسمة مجموعات، في جروب عن كتب البايو، في جروب تاني في كتب الفيزيكس، جروب تالت في كتب الكيمستري، جروب تاني في كتب الماس. أنا لو قلت لك موضوع معين بحث عن البيردز، يبقى هدخل في الجروب اللي فيه كتب البايو وابتدي أدور في وسط الكتب عن البيردز وابتدي أكتب البحث بتاعي. يبقى أنا التصنيف اللي اتعمل في المكتبة ساعدني إن أنا أروح أدور على البحث بتاعي وأجيبه بسهولة. لكن لو ما كانش فيه كلاسيفيكيشن في المكتبة دي وكانت الكتب فوق بعضيها كان كله دخل في بعض، مش هتقدر توصل بسهولة للي أنت عايزه. هو ده بالظبط اللي هنعمله مع الليفينج أورجانيزمز. الليفينج أورجانيزمز دي عندنا there are many several kinds of living organisms on earth's surface، أنواع متعددة مختلفة من الليفينج أورجانيزمز. كل اللي عرفه الإنسان كتير قوي، عرف قد ايه؟ قالك describing and naming about 1.4 million kind of living organisms. خلي بالكوا يا شباب، kinds يعني نوع مش عدد، يعني نقول رقم كبير 1.4 million kinds؟ أبدا، ده مش عدد كبير زي ما احنا متخيلين. قالك ال 1.4 million kind ده بيساوي ايه في الآخر؟ 10% only of the living organisms on earth's surface، 10% بس موجودين على سطح الارض. يعني في حاجات تاني احنا لسه ما وصلنا لهاش وما نعرفهاش. ليه؟ احنا عندنا environment متعدده، عندنا seas و rivers و ocean و deserts و forests و air، كل ده فيه organisms كتيره، plant و animals، كل ده فيه انواع لسه ما وصلنا لهاش. فلك due to enormous diversity in living organisms، تجد التنوع الهائل من living organisms، the need for classification process، كان لازم نعمل classification. وده اللي ساعدونا فيه علمائنا أو البيولوجيستس بتوعنا. قالك classify living organisms into groups، قسموا كل organisms لجروبات. حسب إيه؟ على أي أساس قسمناها؟ to their common characters، حسب الصفات المشتركة بينهم. ليه طيب بنقسمهم؟ to facilitate their study، عشان احنا ندرسهم نتعرف عليهم بسهولة. طب يعني ايه their common characters؟ انا هاخد جروب مع بعض اقولك ده سميه group of bird، على اي اساس ان اخترتهم؟ كلهم فيهم common characters، صفات مشتركة، كلهم covered with feather بريش، كلهم have light bones، عندهم عظم خفيف، كلهم contain wings used for flying. مثلا اخد جروب تاني مثلا من الفش، قلت كلهم بنقول عليهم فش ليه؟ فيهم common characters. ازاي؟ كلهم covered with scale، عندهم ايش، have fins، contain gills used for ايه، prey. يبقى خدنا الصفات المشتركه حطيناهم مع بعض وعملنا منهم جروب. هم عملوا جروب من البيرد، الريبتايلز، الفش، amphibian، mammals، insect، على هذا الاسلوب. بعد ما قسموها يبقى قالوا لك لازم نعرف يعني ايه كلمه classification، يعني ايه تقسيم. It's arranging of living organisms in group، يعني هنرتب الليفينج في مجموعات according to a similarity and a difference among them، حسب التشابه والاختلاف اللي بينهم، to facilitate their studying and identification. طب العلم اللي احنا بنحكي فيه ده، علم التصنيف ده اسمه ايه يا شباب؟ taxonomy، علم التصنيف. يعني ايه taxonomy؟ It is a science that explains classification of living organisms in group، خلي بالنا بقول كلمة group، on scientific basis. يعني هدرس living organisms على طريقة علمية حديثة وسليمة. طب ايه الفايدة من ده كله؟ احنا ليه بنعمل classification؟ What is the importance of classification؟ Number one، facilitate study and identifying living organisms، عشان يسهل علينا معرفة living organisms اللي حوالينا، نتعرف على أنواعها بسهولة. تاني حاجة مهمة جدا، facilitate identifying the new organisms and adding them to their similar group. يعني أنا دلوقتي دخلت الفورست في الغابة، كانت كتيرة وعارفها قدامي، لقيت واحد كده غريب بالنسبة لي مش عارفاه، عايز أعرف إيه نوع، أشوف الكاركترز بتاعته، ده شبه مين من الجروبات اللي إحنا عملناها؟ لقيته مثلا covered with feather،
have wings يبقى ده تبع البيرد، بحطه تبع جروب اوف بيردز. افرض الاورجانيزمز اللي انا ببص عليه وشفت